لانه ده قانون، فالقانون بيرجع على الوزاره، الوزاره هي اللي بتحدد الموضوع. فاعتقد انه هيبقى بالاتفاق، بس اعتقد انه هيبقى قرار وزاري. المخرج القانوني في ده ايه؟ لا ده هيبقى بين بقى الدكتور اشرف والمهندس هشام حطب. طب الدكتور حسن مصطفى ممكن يكون له دور في الملف طبعًا ده؟ طبعا، انه النهارده اللي بلغ الدكتور اشرف صبحي النهارده بقرار اللجنه بقرار اللجنه الدوليه؟ كان الدكتور حسن مصطفى في اتصال هاتفي وقال له ان احنا اجلناه وخلاص، يعني ابداوا بقى التعامل مع الامر على انه في سنه جايه، يعني لسه في سنه. بس التاجيل ده هيبقى في اطار مش الظروف الصحيه فقط، لا، ان الاتحادات اللي اشتغلت على تاهيل الاولمبيين اللاعبين الاولمبيين الفتره الجايه هم اللي يكملوا السنه دي. ما هو برضه هيبقى في اتحادات اصل، يعني في اتحادات هتبقى عليها لعيبه مؤهله فهيبدا يشتغل عليها. في اتحاد زي اتحاد الكوره اعتقد انه يعمل انتخاباته، اتحاد الطايره روح، اتحاد الكوره عمل انتخاباته هيشجع الكل يعمل انتخاباته. اعتقد انه برضه هيبقى الكلام ما بين، هتحصل مشكله متوقعه في الفتره ديت؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش اتحاد الكوره هيعمل انتخاباته لانه مرتبط بالفيفا، هي الفيفا دوله يعني لوحدها، سياسه لوحدها. بالظبط، حتى اللجنه الاولمبيه الدوليه لما بتتعامل، واعتقد انه هيبقى بالاتفاق بين الفيفا وبين الدكتور اشرف صبحي، لانه الفتره اللي فاتت كان فيه كلام كتير بينهم في اللجنه الخماسيه وحاجات كتيره يعني. طيب كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك او لو في معلومه في الحوار؟ اتمنى ان نعدي الازمه دي، واتمنى الناس تلتزم بقى الفتره اللي جايه عشان خليهم في البيت شويه، نبدا نحافظ، لانك انت لما بتنزل وتتحرك بدون سبب انت انت بتاذي ولادك وبتاذي بيتك وبتاذي اسرتك، ولو لا قدر الله اي حد تعرض للفيروس بيعمل مشكله لمحيطه العائلي كله ومحيطه المجتمعي. فنتمنى ان احنا نلتزم، الحكومه بتعمل اللي عليها كله، في اجراءات احترازيه كتير بتحصل، العالم كله عنده مشكله في الـ في الـ في الفيروس، الاماكن العلاج، ما فيش مجتمع في العالم هيقدر يستوعب 80,000 و90,000 مريض في وقت واحد. فاحنا مش عايزين يبقى عندنا ازمه، لان لو دخلنا في المرحله دي هيبقى الموضوع صعب جدا. نتمنى الناس تحافظ على بعض ويقعدوا في بيوتهم. وانا واحد من الناس يعني بقالي اسبوع قاعد في البيت ما بنزلش، ونزلت بس لانه انا عديت الشارع فجيت هنا بس يعني. تمام. فالحقيقه اتمنى الناس تلتزم بده، ومش عيب ان انت تقعد مع اولادك وتقعد في بيتك وتحافظ على نفسك وتعمل الاجراءات الوقائيه، حتى لو مضطر تنزل تعمل الاجراءات الوقائيه اللي هي اللي كل شويه بنشوفها، بقت تغسل ايديك وتبقى عندك حاجات في العربيه او في شنطتك او تمام، عشان تحافظ على اهلك وبيتك وتحافظ على المجتمع ككل. اللي جاي ان شاء الله افضل باذن الله. بشكرك يا ابو حميد. شكرا محمد، والتوفيق ليك يا رب، والاسبوع الجاي يكون في جديد ويكون في معلومات ان شاء الله نحاول نقدمها لكل المشاهدين باذن الله. الله، ونحاول بقى نشوف قضايا نتكلم فيها، عشان زي ما احنا قلنا اللي بنعيب عن الناس عليه ما نعملوش، نشوف حاجه مهمه نتكلم فيها ونوعي الناس اكيد زي اللي احنا اتكلمنا فيه. الكلام مهم ان شاء الله. ونشكر وبشكر لعيبه كره القدم كلهم اللي استجابوا للدعوه الحمد لله. كان عندنا الفكره في البدايه وكنا بدانا من هنا.